كل السيدات اللي عم بيتابعونا تعرفوا الى موضه الاكسسوارات لهالموسم من حقائب ابيض ومجوهرات من توقيع ضيفينا زميلتنا كارين سليمي وضيفتنا على سلا. كارين هلو كارين، هاي نانسي، يا مبسوطين كثير انك بيناتنا. شوفوا انا وادون لطوف، اهلا وسهلا ادون. ميرسي للمره الثانيه هيدي. يا ميت اهلا وسهلا. تمام كارين، وجه اعلامي معروف ومحبوب جدا، شو اللي وصلك تدخلي الى عالم الابتكار والتصميم؟ حبي وشغفي بشيء اسمه موضه، يعني موضه بالثياب، الموضه بالشوز، الموضه بالباجز، الموضه بالاكسسوارز، شغفي بهذا العالم اللي كثير بحبه. وبتعرفي نحن بدوماننا منعيش بقلبه، يعني منغوص جواته. وبما انه عندي بعد شي ساعة بالنهار ما بعمل فيها شيء، بيقولوا لي انت مش معقول تعملي 100 شغلة بالنهار، لقيت انه لا، فكرت انه عبالي اعمل شيء، شو بدي اتفكرت، لقيت انه عندنا نقص. يعني انا وقت اللي بدي مثلا روح على مثلا محل، ما عبالي احمل الساك بايدي او اتلبك فيه او سافر او اللي يعني في نقص شوي بالفاشنبل، اذا بدك هيب بيلت باكس عنا هون، ما بتلاقي كثير ساكات حلوه، بتلاقي كثير كلتشز حلوين، بس ما بتلاقي كثير اذا بدك بيلت باكس او بالمصطلح اللي نحن بنعرفه اكثر هنا بانانز. صح، بتلاقيهم بهيك شوي لسبار اكثر، لانه اكثر مضبوط لسبار اكثر. فقمت فت بهيدا العالم، ولقلكم صراحه بس تفوتوا فيه وبتعرفوا تفاصيله وبتعرفوا قد ايه ممكن الكرياتيفيتي فيكم توصل، يعني ما بصير افكار عم بتروح وتجي براسك ما بتعودي تقدري تحطي لها ليميت. يعني اول ما تبلشي بصير في عندك شيء 7000 موديل براسك بدك تعمليهم كلهم، بعدين بتصيري تعلمي حالك مع الوقت انك تروقي شوي هيك وتاخذي نفس. وحسيت هالمجال انه كثير صعب، يعني ما انه سهل انك تدخل عليه. لا، وفي منافسه، في منافسه اول شيء، وفي ابداعات لبنانيه كثيره بهذا المجال. يعني ما فيك تنكري انه في كثير ديزاينرز لبنانيه بالبلت باك، يعني اللي فيك تشيل السنتور وتحطيه، وبالساكيت وبالكلوتشز صاروا كثير معروفين. صاروا صح، معروفين بلبنان، بالوطن العربي، وفي منهم وصلوا لبرا. وصلوا لبرا، عم بيبيعوا برا بيوروب وبامريكا. اكيد صعبه كثير الشغل مع المعلمين، ناس منه هين عم بيصدقوا، بس معلمين صار لهم عمر، عرفتي، وعاشوا بزمن لبنان اللي كان بالبيك تبعه. حسي هلا انت جايه بزمن لبنان هيك فشخه عم يمشي، بتحسيهم تعبانين. صح، بس ما بيمنع انهم شاطرين كثير، وانه بس كمان تفوتي بعالم الجلد والقماش وتشوفي قديش ممكن تبدعي اذا بتعرفي. واكيد بتغلطي، يعني بتعملي اشياء اول مره ما بتزبط. بتتعلمي كثير، بتطوري حالك اكثر بهالمجال. ادون كمان من مجال الغناء، غناء الى عالم المجوهرات، يعني كمان لاين جديد سبق وحكينا عنه بحلقات سابقه، خبرنا شوي شو الجديد اليوم. هلا انا ما عطى الهم احكي، ثلاثتكم بتعرفوا تحكوا ما بتسكتوا، هلا انا رح بين. اوكي، الكوليكسيون الجديدة اللي عم بعرضها لهالموسم هي بعنوان بيور، يعني طاهرة. هلا هي اكشلي اتس بيور سيلفر اند بيور جولد. الكوليكسيون الأولى كانت هي عبارة عن سيلفر وداخل فيها حبة التركواز، كان اسمها تريجر اوف ذا سي. مضبوط. فلأنه حسيت كمان كانت الإمرأة شوي تنقصر بألوان معينة بدها تلبسهم للتياب تتلبق هالجولري، قررت تفوت بشيء بيور سيلفر اند بيور جولد. هون اللي عم بعرضه هن ذهب ابيض مع سيلفر، مستوحى من اذا بدك كمان جو هلا عيد الميلاد اللي عم نفوت فيه، جو الطهاره، اجواء العيد يعني 100%. وقديش الست هلا كمان حلو تبين هالاسبي من شخصيتها. كارين، قديش برايك الاكسسوار كمان بيضيف على طله السيده؟ كثير بيضيف، وهلا نحن بعصر الاكسسوار، يعني حيلا ايتم، حيلا تي شيرت، حيلا
شابو حيلا شيء ممكن تلبسيه، مجرد ما تزيدي له اكسسوار بسيط ان كان بالشال او بالاكسسوارز بالحلقة. هلا الاكسسوار صار انت بس هالبلت اللي بحطوه بكفي، صح، اكسسوار منه لحاله. ثانك يو. حلوين القطع اللي عم نشوفهم اللي طرحته بهالكوليكسيون الجديد، هن الكرافات هي نسوانية ورجالية بذات الوقت، واللي تحت بلت كمان مزبوط، هذا سانتور مصنوع كله من الفضة. كمان في البابيونات، من بعد ما أخذ الضجة البابيون تبع هذيك المقابلة قررت كمان فوت بالبابيونات، دونك عم بصير في كوليكسيون شوي أكبر للرجال، كما أنه عملت كاف لينكس رجالي. And I introduced a new item يلي هو السنتور، هلا الجلد يلي ببين اللي هو اكسسوار مش جولري، يلي هو تحت على اليمين، تحت اوكي للرجال كمان، رجال ونساء، يعني ونساء. انا لابس منه هلا كمان السنتور، دونك هذا بيجي على عده انواع جلد، وحتى بيكون ذهب اصفر او سيلفر او ابيض. طيب كارين خبرينا كيف تطلع معك الفكره، من وين بتبلشي، بتنطلقي كيف؟ اول شيء ما قلت لكم اسم البراند، ايه رح نوصل للاسم البراند سي روكس، سي لكارين وروكس انه ناجحه او شيء، وكل اللي يو روك يعني يو روك اكزاكتلي، وكل كل السيدات اللي رح يلبسوا البراند تبعي اي ونت ذيم تو روك، يعني ينجحوا بكل شيء عم يعملوا. سؤالك نسيت، كنت عم بقول لك انه كيف تبلش الفكره، كيف تبلش الفكره؟ من مليون شغله بتشوفيها حواليك، يعني ممكن تشوفي مثلا، اعطيك اكزامبل، بتروحي بتحضري موفي فبتشوفي بالموفي ايتم له علاقه باللبس، تقولي هذا كثير حلو، اذا بيطبق على اذا باخذ منه شي. من كل شيء حواليك بتصيري تستوحي، من كل شيء، من الطبخ، من الادويه، من الاولاد، من القماشات، من الاكسسوارز، من كل شيء حواليك بتصيري تقولي هيدا في اعمله على بلت باج. طب يعني كم موديل عملتي بهالكولكشن؟ هلا لانه فتنا بكريسماس مثل ما كان عم بيقول، عملت 5 to 6 ايتمز زبدون على القديمين اللي هن كانوا شي 15. يعني نانسي قالك صراحه بظرف شهرين، انا صار لي بس شهرين، بظرف شهرين اني نزل 20 ايتم جديد، هو لانه شيء مش سهل، شيء مش هيك، حتى بنلاحظ في هيك الشك يمكن على الباج، البراش المهضوم. خبرينا شوي عن هالاكسسوارز اللي بتضيفيهم على مثلا هيدا اللي عم بتشوفيه هلا، هيدا هو الاثنين اللي في منه بوردو وكحله، في منه كمان عزيتي فرنجز، كمان فرنجز، هيدا خلط فيه القماش، يعني جبت قماش عادي وخلطت الجلد والفلور اللي وراه، اللي وراه اللي عليه الايبو، هي التيم، هو التيم تبع الكولكشن كلها تبعيتي كان الايبو. ليش نقيت الايبو؟ لانه الايبو هو اكثر طير انيق بالعالم، لانه تحسي شايف حالك على طول وانيق كثير، لانه جلس نحن بنعرف الايبو البني، بس هو الايبو عنده اكثر من، في عندك ايبو بوردو بياخذ العقل، يعني عندك وقت يفتح اجوان، وقت يفتح اجوان هو طير انيق كثير، يعني البومي، البومي صح، أوكي. طير انيق وهو اكثر طير معمر بالعالم، بس عمره 56 مليون سنه صار له على الارض، عارف بس مش كثير. فاخذت هيدا التام البوم وسميت كل كل جزئين، كل بلت باك باسم بومه من التاريخ، او باسم بومات تبع والت ديزني، ببو هول القصص بالموفيز تبع والت ديزني، فكل اسم كل قطعه عندي لها اسمها. في قوم اوكي اكيد تفضل. هلا انا لابسه مثلا هذا الكلود، في منه على أدوين، بتحب تقرب معنا؟ يلا أكيد. يلا. هيدا الكلاد اللي أنا لبسته هون، إذا بدك كارين وجه الكاميرا، وجه الكاميرا أوكي. أوكي. هيدا الكلاد أنا لبسته، في منه على هافان، في منه أشياء عملت منها ألوان أوكي. وهيدا نيو أيتم لكريسماس، إذا بتلاحظي حطيت له حجر. صح. حجر ايه كثير حلو، كثير حلو الحجر، ونوعت بالوان الحجر، يعني مش لانه مش تابع، مش تونسرتو، يعني جربت شوي هيك تكسر نانسي، لانه هاند ميد مش ممكن قطعه تطلع مثل قطعه ثانيه، يعني ايه بدهم يختلفوا لانه هاند ميد. وكارين المميز يعني انه صحيح بلت باك، بس في عندي كمان شيء كلاسيك، يعني بتقدر تلبسي سيده مع لبس كلاسيك. هلا هيدا مثلا قصينا الورد على الليزر واشتغل
اشتغلنا على ليزر هيدا حية مظبوطة مثلا. ادوان كنت عم بلاحظ انه انت وعم بتقرب كأنك عم بتصور شيء للسوشيال ميديا سناب شات ولا هيك كثير لانه صراحة انا صورته هلا اوريدي. هيدا كمان اسود وابيض وناعمين كثير حلوين. ايه هيدا كمان المرأة وقبل شوي كلهم على الهواء اخذوهم. هيدا مثلا فيك تلبسي معه سنتور، فيك تلبسي اذا بدك تفوتي السنتور تلبسي او بلت او كروس. في كثير اشياء فيك تلبسيها كروس وبلت، يعني هول التو ايتمز فيك تلبسيهم كروس وبلت. هيدا مثلا حطيت له اكسسوار كبير كمان عرفتي؟ ايه طبعا الكولكشن كثير كبيرة. وهيدا أدوان رح تشارك شيء بمعارض هلا بالاعياد ولا بعد هلا؟ بلا، في عندي مشاركة بمعرضين، أول معرض هو بالترين ستيشن كريسمس ان اكشن بعود رايقه كله ل للاطفال المصابين بالكانسير. نعم رح يكون من ديسمبر 2 ل 6. بيجا معرض ثاني كريسمس وورلد كمان بالباص ستيشن هالمره من 10 ل 13 الشهر. أوكي. حتى كريم رح تشارك بمعرض. انا بالترين ستيشن نازله مع بتعرفي لان انا بحط بكونسبت ستورز كثير نازله ثرو مي بتي زانفي هو محل نازل هونيك وانا نازل بالرويال هلا بكات سانك سيس كمان بكريسماس معرض اذا بدك ونازله ببوب اب شوب بفيلا باراديزو مع سيستا براون كمان لو 16 17 18 و 19 ديسمبر. اوكي كل التوفيق لك كريم، انبسطنا بوجودك معنا. ثانك يو ميرسي رشا، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق. ادوان كمان انبسطنا بوجودك معنا. انا في هيك جست صغير جبته معي هو عن ليميتد اديشن عملتها بال رح نفرجيها على الهواء لا برنامج ببيروت. اوه حلو معمولين من الفضه وحجره التركواز. ثانك يو كل التوفيق لك من كل قلبي. رح نغني هلا بكريسماس رح يكون في لنا شيء اكيد بنجم نغني اكيد كل التوفيق لك. مشاهدينا رح ننتقل نحن وياكم لنتابع هلا تقرير ونتعرف على موضه التسريحات لعام 2016 مع مزين الشعر توني مندلا. مثل ما بتتغير الأزياء بالموضة كمان بتتغير بالشعر، ومين أهم وأكثر تميزاً من مزين النجمات توني مندلق ليضويلنا أكثر على آخر الترندز، القصات، الموديلات والألوان لخريف وشتاء 2015-2016، وكمان رح أسرق لكم منه نصائح وتيبس للمحافظة على شعر صحي ورائع. بس قبل ما تبدأ المقابلة تعوا معي تنشوف كيف أجواء الصالون عنده. يا حلا اعمل لها غرة فرح لها قلبها شي مرة. يا حلا اعمل لها غرة فرح لها. توني مثل ما بالموضة وبالأزياء على طول منلاقي فيه هيك موضة جديدة إن كان بالخريف بالشتاء أو بالصيف، كمان بالشعر. بس في كتير من الناس بفكروا انه الشعر المفروض يضل هو ذاته ان كان باللون او بالقصة او باللوك على مدار السنة. قديه بتآمن بهالشي وقديه توني مندلا عنده رأي مختلف بهالإطار؟ يعني في ناس تفكيرها هيك يمكن معهم حق، بس انا تفكير توني مندلا غير طريقة. مشان هيك انا بعدني مضاين وبعدني طالع طلوع حتى ما بدي وقف، بضلني ماشي وطلوع. مش هيك انا بلحق دائما الموضه. كل سنه عندي ترند جديده انا بنزلها لإلي، اكيد بستعين بالموضه العالميه، باخذ شوي 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 من كل بلد فكره وعلى اساسها بنفذ انا موضتي انا على النجمات وعلى الستات اللي موجودين بلبنان. لنا 10 سنين بنعمل كبرشي، بنعمل ويفي. هلا بطل ويفي بالفرشيه كمان. انا اكيد انا اللي درجتها اكيد بتزحط الفرشيه كي بيطلع شعر مموج. فهلا اعتمدت طعجه بسميتها بيتش ويف، اكيد في منها عالميا لانه هلا حيقولوا انه بيتش ويف. ايه في بيتش ويف، بس بيتش ويف اذا بتشوفيها هي طالعة عن البحر وشعرتها مي شوي عطيه ويت لوك. انا البيتش ويف استحدثته مثل ما طلعت بنوال الزغبي هلا ببيتش ويف. طعجه بالفرشيه، طعجه بتكون كثير عريضه والطرف بيكون مالس، فمش هيك انا بفرض الموضه. توني مين من مزينين الشعر العالميين
ما بدي اقول هيك فكرت شي مره تقلده، بس انه هيك بتطلع عليه بتاخده كمثال اعلى بعالم تزيين الشعر. للصراحه انا تاثرت كثير بالدو كوبولا. الدو كوبولا هو كوافير تلياني توفى هلا الله يرحمه، حس عنده تاتش، هو حسه لبناني، لانه شو نعمل نحن نطلع نحضر له شويه تحسيه انه اللي نحن بنفكر فيه هو عم يعمله وناخذ منه بالرافينيه. وبالقص الشعر يعني القصة عنده سوبر حرفية، وزيادة بتطلع على الموضة العالمية اللي هي بهوليوود شو بيعملوا. يا حلوي شعرك داري يرضى عليكي. كنا حكينا عن هيك ترند جديد بما يختص بالبراشنج، بس خلينا نحكي أكثر عن الألوان الدارجة لهالموسم وعن القصات الدارجة. زي ما في شيء اسمه ترند اللي هو ستريت ستايل، الموضة شيء وستريت ستايل شيء تاني. ستريت ستايل هو بالموضة هو الكاريه، الكاريه اللي هو للكتاف، أوكي؟ يبلش من هون لهون. سرتير الديجرادي أو الليرز هو كتير قليل، إلا بس بالكراون تبع الراس هون ما بتشوفيه. تونية، طب بدك تعطي نصيحة لأي نجمة أو ممثلة أو حتى امرأة عادية، شو بتنصحها تعمل هيك تتعرف شو اللي بيلبق لها أكثر ككولور بالشعر، كلون شعرها، إذا بيلبق لها أكثر القصص الغامقة أو الفاتحة، شو بتنصحها؟ بحط لها دمجة شقفة فضية أو ذهبية، دمجة تعمل رفلة على وجهها، يعني تعكس على وجهها. أنت إذا بتعملي بالبيت يا ست أو يا ممثلة، اطلع بالمراية وحطي شقفة فضية قدام وجهك فيها لمعة، حطيها على وجهك بتحسي وجهك ضوى. حطي الذهبية حطيها قدام وجهك تلاقيه يمكن عتم، بتقولي أنا لوني حامي أو لوني بارد. فمن هون ننطلق للون حامي أو للون بارد. اللون البارد هو الألوان الترابية، الألوان الرمادية، الساندري، الباج. والألوان الحامية هي الكراميل، الكويفري، دورين، حاسي. حتى ما تتغلغل فيه.